ليتك توضح لنا الوضعية الحالية لهذا الاقتصاد في ظل جائحة كورونا. أولا مساء الخير أخت جوهرة وتحية للمشاهدين الكرام. هو إلى خدينا بعض الأرقام بشكل عام، الاقتصاد المغربي حقق مع الأسف واحد التراجع ب 7% من الناتج الداخلي العام ديالو. كاين واحد التضخم اللي هو مستقر في حدود 1%، وكاين واحد العجز ديال الميزان، عجز في الميزانية بحوالي 7.6%، أي ما يعادل 82 مليار ديال الدرهم. وبالتالي فكنشوفوا بأن الاقتصاد المغربي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الاقتصاديات في العالم عرف واحد التضرر، خصوصا القطاعات اللي هي كتشكل واحد الدافع أو رافعة مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي في المغرب، كالسياحة، كالبناء، كالمطاعم أو النقل الجوي إلى آخره. وبالتالي فبالإضافة إلى هذا التراجع اللي عرفوا قطاع الصناعة والخدمات، هناك أيضا سنة فلاحية اللي كانت مع الأسف ماشي جيدة، بحيث أن المحصول الزراعي كان هو 32 مليون هكتار في 2020، وهذا بالتالي فساهم في التراجع ديال الأمور الاقتصادية كيف يعني شرط. طيب. اللي يعرف واحد تراجع ب 7%.